طبعا نبغي نرحب بكم في مدينه ابي الجاد. هذه منطقه تادلا، كاينه تادلا كعرق مدينه، مجاد مدينه عريقه كذلك، وسهل تادلا اللي كيضم المناطق كلها. طبعا انا اصول ديالي من هذه المنطقه، ولكن تزدت وكبرت في مدينه تادلا. المنطقه اليوم كتلاحظوا الحراره يعني مرتفعه، هذه الحراره هي اللي كتلقاو في بيوت السكان ديال هذه المنطقه. بهذه الحراره كيستقبلوا ضيوفهم، بهذه الحراره كنعيشوا واحد العلاقات اجتماعيه مختلفه عن يعني المدن الكبرى. هذه منطقة اللي تعرفت بمفكرين ديالها، بعلماء مثقفين اللي يعني عطات وفرزت لنا ونتجوا منها نساء ورجال اللي هما اليوم أطر في الدولة المغربية، ورجالات الدولة ونساء الدولة كيسيروا مؤسسات كبيرة اللي تخلقوا وتولدوا وترباوا في هذه المنطقة اللي مع الأسف اليوم كاين واحد النوع ديال التهميش ديالها، خاصة بالنسبة للمجالات اللي يمكن يستفدوا منها الشباب، سواء ثقافية أو لا ما يتعلق يعني خلق فرص الشغل اقتصاديا. اليوم لحسن الحظ طريق السيار وصل لهذه المنطقة إلى حدود بني ملال، باقي مناطق أخرى من بعد بني ملال اللي هي أزيلال، يعني الجبل، المناطق الأمازيغية اللي كنتمنى أنها يترد لها الاعتبار. ساهمات بشكل كبير هذه المنطقة في مقاومة الاستعمار، لم تادلا ولا في بجاد ولا في وادسم ولا في خريبكا، منطقة اللي عطات بشكل كبير خريبكا بالفوسفات وما انتجه من يعني مناصب شغل من تحريك الاقتصاد في البلاد كلها. واليوم هذه المؤسسة اللي كترعى مجموعة المؤسسات ومجموعة ديال المجالات في المنطقة وفي المغرب كامل، كنظن مازال محتاجة بشكل كبير اليوم لإعادة الاعتبار لها لشبابها لشاباتها. ولكن أنا شخصيا سعيدة أنني نجي اليوم رغم كل الحرارة المرتفعة، ولكن حرارة الاستقبال ديال إخواننا وأخواتنا المحامين المحاميات، نقيب هيئة المحامين في خريبكا، المسؤولون القضائيون.